متجاهلة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش، أصدرت محكمة تابعة للنظام التركي حكماً بالسجن عامين ونصف العام بحق ديمرتاش بتهمة الإدلاء بتصريحات اعتبرت تهديداً بحق مدعى عام. وكان الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي قد قال العام الماضي إن المدعي العام سيحاسب أمام القانون. وبعيد صدور الحكم توعدت باشاق ديمرتاش زوجة صلاح الدين ديمرتاش في تغريدة لها النظام التركي بما وصفته انتقام القضاء، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي لم يتم فيه فتح تحقيق واحد بخصوص الاتهامات الخطيرة التي كشف عنها زعيم المافيا سادات بكر بشأن تورط وزراء من النظام بجرائم قتل وفساد، يحكم القضاء اليوم على ديمرتاش بزعم إهانة المدعي العام. واعتقلت ديمرتاش والرئيسة المشتركة السابقة فيجينيوك سيكداغ في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار إجراءات قمعية أعقبت محاولة الانقلاب المزعومة. وحكم في وقت سابق من هذا العام على ديمرتاش بالسجن 3 أعوام ونصف العام بتهمة إهانة رئيس النظام التركي رجب أردوغان. وفي آذار الماضي اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظام التركي بانتهاك قراراتها، وذلك بعدم الإفراج عن ديمرتاش. وكان البرلمان التركي قد أقر أواخر 2014 مشروع قانون يقضي بتعزيز سيطرة سلطة النظام التنفيذية على الجهاز القضائي، ما يؤكد مخططات رئيس النظام المسبقة لتسييس القضاء وفرض هيمنته عليه.